كارت اول شيء تركي ميزانيه البلد يعني سيفلي كانتري يعني كاستيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من منطقه شمال غزه المحاصره في ظل هذه الحرب، حرب الاباده الجماعيه وسياسه التجويع التي اشهدها اهل شمال القطاع في مدينه غزه هنا. في البدايه نتقدم بالشكر لاتحاد جمعيه كانتري الغاز على ما قدموه من مجهود في ايصال هذه المساعدات الانسانيه لاهل المتواجدين في شمال القطاع ولبعض الاهالي النازحين هنا. هذا الطعام الساخن الذي قدموه اتحاد هذه الجمعية باسمي انا المصور حسام عسام، المصور الصحفي في شمال القطاع، المتطوع في جمعيتكم الخيرية. أوجه لكم رسالة بأننا رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهتنا إلا أننا سنقوم بإيصال هذه المساعدات. عملنا بمجهود كبير لإيصال هذه المساعدات للأسر النازحة والعائلات الموجودة هنا في شمال القطاع، حيث تعاني هذه العائلات من سياسة التجويع وعدم توفير أدنى مقومات الحياة في شمال القطاع. كما ونؤكد لكم قد قدمتم ما عجز العالم بأكمله عن تقديمه لمدينة غزة في ظل هذه الحرب التي نشهدها من دمار وقصف وعنف وسياسة تجويع مستمرة ومعتمدة مقصودة في شمال القطاع. ونؤكد لكم أننا سنقوم بالتواصل معكم دائما لإيصال هذه الرسائل لكم من شمال القطاع. دمتم بخير. الله إيماني الألوم شاردش ولدي تركي ميزيني 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 ميزي